يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي خصه بالفضيلة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا صل على محمد، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم والدينا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي وارزقنا الشهادة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي حطنا بالسعادة، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي واصلح كل مصلح، يا ربي صل على محمد، يا ربي
كل مؤذي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب نختم بالمشفع. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب، الولي الطالب، الباعث الوارث المانح السالب، عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب، يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب، ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب، يطلب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب، خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب، من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب، ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من طالب حاجة فأنيله المطالب؟ فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب،
والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أنيله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي اخترته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق فاقب
قدماه قبلهما البعير فأزالا ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت التربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد صلاة الله ما نامت كواكب
وسلم وبارك عليه. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب، أحمده على ما منح من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديث نبوي شريف ورد في نبي قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما، قال في حقه من لم يزل سميعا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فعن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه، فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، قال صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار. ولم يزل الله عز وجل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي وهما لم يلتقيا على سفاح قط. اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذا وقد جاء في الأخبار عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال: علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق، فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان، مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام، يقص شعره ويتزر على وسطه
يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم، يكبرون الله تعالى على كل شرف، يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، قلوبهم مصاحفهم، يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثلث يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم، وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام، فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم، فيقولون ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال، غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيقول الحق وعزتي وجلالي: لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي. أدخلوهم الجنة برحمتي. يا أعز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود، مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود، وواصفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود. الكون إشارة وأنت المقصود. يا أشرف من نال المقام المحمود. وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب، المخصوص بأشرف الألقاب، الراقي إلى حضرة الملك الوهاب، حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب، فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة، خرج مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل. يا جبريل نادي في سائر المخلوقات
من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات، فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا، أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي Yeah.
صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقًا وخلُقًا، وأهداهم إلى الحق طرُقًا. كان خلُقُه القرآن، وشيمته الغفران، ينصح للإنسان، ويفسح في الإحسان، ويعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه. فإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، من رآه بديهة هابه، وإذا دعاه المسكين أجابه، يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب، إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر. وإذا تبسم تبسم عن مثل حب الغمام، وإذا تكلم فكأنما الدر يسقط من ذلك الكلام، وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه، وإذا مر بطريق عرف من طيبه أنه قد مر فيه، وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أياما وإن تغيب، ويوجد منه أحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب. وإذا مشى بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم الزهر، وإذا أقبل ليلا فكأن الناس من نوره في أوان الظهر. وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يرفق باليتيم والأرملة. قال بعض واصفيه: ما رأيت من ذي لمة سوداء في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لبعضهم كأن وجهه القمر، فقال: بل أضوأ من القمر، إذا لم يحل دونه الغمام، قد غشيه الجلال وانتهى إليه الكمال. قال بعض واصفيه: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، فيعجز لسان البليغ إذا أراد أن يحصي فضله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بالمحل الأسنى، وأسرى به إلى قاب قوسين أو أدنى، وأيده بالمعجزات التي لا تحصى، وأوفاه من خصال الكمال ما يجل أن يستقصى، وأعطاه خمسًا لم يعطهن أحدًا قبله، وآتاه جوامع الكلم فلم يدرك أحد فضله. وكان له في كل مقام مقال، ولكل كمال منه كمال، لا يحور في سؤال ولا جواب، ولا يجول لسانه إلا في صواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما عسى أن يقال في من وصفه القرآن وأعرب عن فضائله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الله له بين رؤيته وكلامه، وقرن اسمه مع اسمه تنبيها على علو مقامه، وجعله رحمة للعالمين ونورا،
وملأ بمولده القلوب سرورا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا بدر التمين حاز كل كمال، ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ أشرقت في أفق العلا، فما حوت بالأنوار كل ضلال. الهدى بالنور والإنعام والإفضال. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلني الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته، آمين، ويرجو من الله رحمته ورأفته، آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم، آمين، وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم، آمين، اجعلنا من خيار أمته، آمين، واسترنا بذيل حرمته، آمين، واحشرنا غدا في زمرته، آمين، واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته، آمين، وأحينا متمسكين بسنته وطاعته، آمين، وأمتنا اللهم على حبه وجماعته،
آمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، آمين. وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، آمين. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها، آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، آمين. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة، آمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه، آمين. وسترت برداء المغفرة عيوبه، آمين. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها، آمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، آمين. ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الظهور، آمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين، آمين. ولنعمائك شاكرين، آمين. وليوم لقائك من الذاكرين، آمين. وأحينا بطاعتك مشغولين، آمين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، آمين. واختم لنا منك بخير أجمعين، آمين. اللهم اكفنا شر الظالمين، آمين. واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين، آمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، آمين. وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا، آمين. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين. واحشرنا تحت لوائه غدا، آمين. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، آمين. ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة، آمين. ولجميع المؤمنين والمؤمنات، آمين. والمسلمين والمسلمات، آمين. الأحياء منهم والأموات، آمين. إنك قريب مجيب الدعوات، آمين. وقاضي الحاجات، آمين. وغافر الذنوب والخطيئات، آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.